طبعا هي واحدة من العدتين، يعني اكو عدة اسباب، اكو بعضهم موظفين واكو بعضهم متقاعدين ويتقاضون رواتب من الدولة لكن يقدم على الرعاية الاجتماعية. طبعا شلون الطريقة؟ الزوجة موظفة مثلا فالزوج يقدم على الرعاية الاجتماعية، او العكس الزوج موظف الزوجة تقدم على الرعاية الاجتماعية، او يقدمون هم مو موظفين لكن عندهم تدري اشتراطات الشمول بالرعاية الاجتماعية، ان يكون المستفيد تحت مستوى خط الفقر، ومستوى خط الفقر له مستوى معين، ممكن عنده سيارة فارهة او ممكن عنده بيت ملك او عمل في القطاع الخاص. احنا مخففنا سابقا، كان اي سيارة اذا عنده سيارة يتوقف راتبه. انا من استلمت الوزارة خليت فتحة، قلت السيارة اللي عمرها اكثر من 10 سنين ما نحاسب عليه. طبعا مو اي سيارة، السيارات العادية اللي عمرها أكثر من 10 سنوات، يعني عمرك 15 سنة 16 سنة، أكو سعر معين يعني حد معين للأسعار؟ إحنا ما حددنا السعر، وإنما حددنا الموديل اللي هو ينعكس بالتالي على السعر بالتأكيد. نعم. طبعا أكو مثلا لوري حتى لو عمره 30 سنة بالنتيجة هو لوري، لكن سعره أو سيارة حمل لا بالنتيجة يشتغل بها، هذه وسيلة عمل، فمعناته هو عدة دخل شهري. ولقيته أكو هيك حالات ضمن شبكة الحماية الاجتماعية آلاف، خصوصا السيارات الفارهة اللي ذكرتها حضرتك، يعني لقينا مئات من الأشخاص عندهم سيارات أسعارها تتجاوز 100 مليون وال 150 مليون، ومقدمين على شبكة الرعاية الاجتماعية ويتقاضوا الرواتب. أكو ثقافة طبعا، هنا نخابرهم نتواصل وياهم، باحثين يتصلون بهم إنه هذه أنا هذا استحقاقي من الدولة لازم أخذه. واحد يقول هذا حقي من النفط، أي لازم أخذه. أكو يعني فهم مغلوط، بالنتيجة أنت هذه الأموال هي مخصصة للفقراء.